حملة ومبادرة ميلاد دافئ اللي أطلقها قداسة سيدنا البطريرك مرغناطيوس أفرام الثاني، وحكينا أكثر عن تفاصيلها قبل الميلاد مع مشرف المبادرة والعضو بأمانة سر البطريركية الأب الربان أندراوس بحي. لهيك اليوم رح يكون معنا مرة جديدة لحتى نعرف أكثر حول نتائج هاي المبادرة. بارخمور أبونا بشينو بشلومو عيدو بريخو شاتو برختو. مبارخ مريم شاتو بريختو، كل سنة وانتم سالمين، ميلاد مجيد لإلكي ولكل الشعب السرياني المبارك اللي يتابعنا على قناة سبورو تي في. تودي ساقي أبونا، مثل ما قلنا كنت معنا أكيد بلقاء قبل عيد الميلاد وضحنا أكثر حول مبادرة ميلاد دافئ، ولكن هلا بدنا نعرف معك أبونا عن النتيجة اللي حصدتها هاي المبادرة اللي كان هدفها الأساسي توزيع خلينا نقول المساعدة المادية لتأمين المحروقات لحتى يكون ميلاد دافئ. خبرنا أكثر أبونا عن الأبرشيات المستهدفة، عدد العوائل، وأيضا المبلغ اللي تم جمعه لهاي المبادرة. بالبداية بس أحب نقرأ مع بعضنا التقرير اللي أصدر في نهاية المرحلة من التوزيع بمناسبة عيد الميلاد المجيد. كان قداسة سيدنا البطريرك مرغناطيوس أفرام الثاني قد أطلق مبادرة ميلاد دافئ لمساعدة عدد من العائلات السريانية الأرثوذكسية في سوريا ولبنان، وذلك لتمكين أكبر عدد من العائلات من شراء معدة المازوت للتدفئة، والهدف كان هو مساعدة أكبر عدد ممكن من العائلات السريانية في كل من سوريا ولبنان، تطبيقاً لوصايا الكتاب المقدس. وربنا هو عم يعلم في الوضع على الجبل، قال وكل من سألك فاعطه، وإحساساً بكل الشعب الموجود بشكل خاص أطلق سيدنا هالمبادرة لتجميع أكبر مبلغ ممكن لمساعدة أكبر عدد ممكن من العائلات. وفي الحقيقة هالمبادرة لاقت ترحيب واسع وتجاوب كبير من قبل الكثيرين من أبناء الشعب، وطبعاً من قبل الأبرشيات السريانية الموجودة في أوروبا، موجودة في أمريكا، كندا، في الخليج، من كل أطياف الشعب، وأيضا بشكل فردي أشخاص ساهموا في هالمبادرة. وكانت النتيجة أنه تم جمع مبلغ مادي، تم توزيع اللي وصل حتى الآن تقريبا 175 ألف دولار على أكثر من 4900 عائلة في الفترة اللي هي ما بين عيد الميلاد ورأس السنة. ممكن في أشخاص لسه ما وصل لأنه لسه التوزيع مستمر. كمرحلة أولى تم توزيع هذا المبلغ على أبرشيات الموجودة في سوريا وفي لبنان. تمام أبونا، ذكرت أنه هاي كانت المرحلة الأولى من المبادرة، إشي المرحلة الثانية؟ هل في خطوات ثانية راح تكون بالفترة القريبة؟ نعم، في الحقيقة في المرحلة الثانية، لأنه المبالغ اللي تم التبرع بها لأسباب معينة لم تصل جميعها في الوقت المناسب، فسيتم توزيع المرحلة الثانية إن شاء الله في نهاية شهر 1 كانون الثاني من سنة 2023. هي رح تاني توزيع أيضا مبالغ على الأبرشيات الموجودة في سوريا ولبنان، ونحن نؤمن أنه الأشخاص اللي الرب ثقل قلبا بأنه يتبرعوا ولسه ما قدروا لأي أسباب معينة، نحن لسه عنا فرصة لحتى نكمل هالعمل ونساعد أكبر عدد ممكن من العائلات السريانية، نضع البسمة على وجوههم في هذا الوقت اللي نحن موجودين فيه في بداية السنة، وكمان نحاول نعطي فرصة للناس اللي ربنا ثقل قلبا بأنه يشاركوا أخوتهم في سوريا ولبنان بأنه يشتركوا في هالمبادرة. أكيد أبونا معناته ما زال باب التبرعات مفتوح لحتى كل واحد يحب يساعد ضمن هاي المبادرة، وأكيد الشكر كمان للمتبرعين اللي ساهموا بالمرحلة الأولى وكانوا سبب لحتى تصل هاي المساعدة للأشخاص المعنيين واللي هن أكيد الأكثر حاجة بهذا الوقت.
أكيد مريم، في الحقيقة كانت فرصة عيد الميلاد ورأس السنة وعيد الذنح عيد الغطاس فرصة لحتى نحن كأعضاء في جسد واحد وجسد الكنيسة جسد المسيح، يقول طوبى للذي ينظر إلى المسكين في يوم الشر ينجيه الرب. فإذا هالمبادرة كانت فرصة للإخوة اللي يحبوا يشتركوا أو الكنائس تقدم البركة اللي ربنا أعطاها هي، وكانت فرصة للأحباء المستفيدين في سوريا ولبنان بأنه يشعروا بمحبة الإخوة والكنائس الموجودة في الغرب بشكل عام. أكيد تودي لكن أبونا كمان تودي لكل حدا ساهم بهاي المبادرة مثل ما قلنا لحتى نعيش يمكن أكثر دفء الميلاد. أبونا إذا تحبوا كمان تحكوا باللغة الإنجليزية وتوضحوا أكثر حول نتائج هاي المبادرة. نعم مريم. Dear brothers and sisters, I really would like to thank all those people who respond to the call of initiative that he launched to collect money from all the archdioceses in Europe, USA, Canada, Australia, the Gulf area, and all the individuals as well. So all the money that came by the direction of His Holiness, we distribute the money to all the archdioceses in Syria and Lebanon. The amount that we were able to distribute in the first step or first phase was $175,000, and we were able to reach out over 4,900 families so far. We were not able to receive by then. God willing, we will receive this money and we will do the second phase of this initiative, Warm Christmas, to help as much as we can people. So in this occasion, I would like to thank all those people who participate in any way, first in their prayers and also in their donations and everything they were able to support our brothers and sisters here in Syria and Lebanon in this very tough time and very harsh weather. So I really thank everyone. And may God bless you for your generosity and for your help and for giving push to our brothers and sisters here in Syria and Lebanon to continue this very tough time with your love. May God bless you all and God protect you all. And again, Happy New Year. تودي ساقي أبونا للتوضيح أكثر حول هاي المبادرة، وكمان مرة تانية تودي لكل المتبرعين. إن شاء الله أكيد بالفترة القادمة كمان ممكن نرجع ونحكي على المرحلة الثانية للمبادرة. تودي ساقي أبونا أندراوس بحي. تودي شاتو بريختو كل سنة وانتم سالمين، ربنا يبارك جميعا. تودي.